بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. في الدروس الماضية ذكرنا أنه في شيء اسمه الكفر، فهذا الكفر إما أن يحصل، إما أن يكون حاصلا من إنسان ما سبق له الدخول في الإسلام، لأن غير المسلم لا يكون مسلما. الدين عند الله الإسلام، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فمن كان على غير الإسلام ليس مسلما، هذا يسمى في شرع الله كافر. والدين ليس بالرأي، يعني قد يأتي بعض الناس يقول: كيف أنا بدي أسميه كافر؟ هذا إنسان مثلنا مثله، هو هيك اعتقاده، هيك ربه أهله. إذا كان الأمر كما يقول هذا الشخص، لماذا أرسل الله الأنبياء؟ شو مهمة الأنبياء إذا؟ شو وظيفة الأنبياء؟ أليس الدعوة إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا، والعمل بالأحكام التي شرعها الله تعالى وأمر بها عباده؟ أليس الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؟ لما أنزل الله هذه الآية في القرآن؟ ليعمل بها أم لتترك؟ فبعض الناس ميزانهم ما يلهمهم، ما يقذفه شيطانهم في قلوبهم، مش مرجعهم القرآن، ولا مرجعهم الحديث، ولا مرجعهم كلام الأئمة، ليس هذا مرجعهم، إنما يتكلمون بآرائهم. هؤلاء ضرر كبير على أنفسهم وعلى من حولهم. الإسلام هو الدين الصحيح الذي أرسل الله تعالى به كل أنبيائه. ما في نبي دعا إلى غير دين الإسلام، لا موسى ولا عيسى ولا إدريس ولا نوح ولا إبراهيم. كل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين، الدين هنا مع أقل التعريف معناه إن الدين الصحيح، إن الدين المقبول، إن الدين المرضي عند الله. الدين المرضي عند الله هو الإسلام. إذا غيره من الأديان ليس مقبولا، غيره من الأديان ليس مقبولا. لذلك لا يقال الأديان السماوية، لأن هذه الكلمة موهمة. أن الأديان التي هي غير دين الإسلام هي كالإسلام، نزلت بوحي من الله تعالى. لا، كيف يكون الإسلام هو الدين الصحيح عند الله، وتكون النصرانية دينا صحيحا، وتكون اليهودية دينا صحيحا، وتكون المجوسية دينا صحيحا، وتكون الزرادشتية دينا صحيحا؟ وكل هذا يتناقض مع الإسلام. كيف الذي يعبد الله يكون على الحق، والذي يعبد عيسى يكون على الحق، والذي يعبد موسى يكون على الحق، والذي يعبد زرادشت يكون على الحق، والذي يعبد النار كالمجوس يكون على الحق؟ كيف يستقيم هذا؟ هذا لا يستقيم. دين الله الصحيح واحد هو الإسلام، به جاء كل أنبياء الله تعالى. فمن كان على غير الإسلام ليس مسلما. هؤلاء الذين هم على غير الإسلام قسما، اللي على غير الإسلام من حيث الجملة قسما. قسم سمع بدعوة الإسلام، سمع بأصل الدعوة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهؤلاء لأنهم سمعوا أصل الدعوة صاروا مكلفين بالدخول في الإسلام، صار فرضا عليهم أن يدخلوا في دين الإسلام. وأناس لو فرضنا في هذا الزمن وجودهم يعيشون في مجاهل الغابات، ما بلغهم بالمرة شيء عن دين الإسلام، هؤلاء أيضا كفار. لكن الفرق بين الاثنين أن الذين سمعوا بأصل دعوة الإسلام صاروا مكلفين في الدخول فيها، واجب عليهم،
فإن ماتوا ولم يسلموا خالدون مخلدون، يكونون خالدين مخلدين في نار جهنم. والقسم الثاني من الكفار الذين لم يسمعوا بدعوة نبي من الأنبياء، لم يسمعوا بدين الإسلام، لم يسمعوا، لم يعرفوا ما يدعو إليه دين الإسلام، وماتوا على ما هم عليه، ماتوا على الكفر، لكن هؤلاء يدخلون الجنة ولا يعذبهم الله، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء ما جاءهم رسول، ما بلغهم دعوة رسول من الرسل، ما عرفوا شيئا عن الإسلام، فماتوا على ما هم عليه من الكفر. الله لا يعذبهم في جهنم، إنما يدخلون الجنة، ولا يكونون من حيث الدرجة في الجنة بدرجة أقل مسلم، بل أقل من ذلك، لا يصلون إلى درجة أقل مسلم في الجنة. وفي قسم دخلوا الإسلام، صاروا مسلمين، لكن تركوا يعني كمن ولد من أبوين مسلمين، أم وأبو مسلمين، جاءوا أولاد، هالأولاد شو بيكونوا تبعا لأبيهم وأمهم على الإسلام. مسلم تزوج كتابية نصرانية أو يهودية، جاءوا أولاد، هالأولاد يتبعون من؟ يتبعون أباهم، يولدون على الإسلام. هذا الولد أهمل أهله تعليمه، لا هم علموه الإسلام، عقيدة المسلمين، ولا علموه شيئا من أحكام الدين، كحال كثير من المسلمين اليوم يهملون تنشئة أبنائهم التنشئة الإسلامية الصحيحة. فهذا الولد كبير، صار يسمع من فلان ومن فلان، صاحبه وجاره ومن جيرانه بالمدرسة والشغل وهكذا، فصار يدخل على قلبه عقائد فاسدة. إذا واحد سأله: أنت تتبع أي دين؟ حيقول لك: أنا مسلم، لكنه يعتقد في قلبه ما يخالف الإسلام، ما هو ضد الإسلام. الإسلام ليس مجرد كلمة يقولها الشخص بلسانه أنا مسلم، لا، في شيء اسمه ردة. ردة يعني هذا الإنسان الذي دخل قلبه عقيدة تناقض عقيدة المسلمين، العقيدة التي أوحى الله إلى أنبيائه بأن ينشروها بين الناس وأن يبلغوها، هذا خالفهم في أصل العقيدة. فلو كان يقول أنا مسلم بلسانه، لكنه في حكم الشرع ليس مسلما، كافر، يسمى كافرا، مرتد يعني كافر، يعني ليس على دين الإسلام، كان مسلما ثم خرج من الإسلام، سواء رضي لنفسه أن يخرج من دين الإسلام أو لم يرضى، يقول لك: لا أنا مسلم، كيف؟ طيب، الإسلام دين توحيد، دين التنزيه، فإذا واحد اعتقد ما يناقض التوحيد في قلبه، لو قال عن نفسه أنا مسلم، لا ينفعه هذا القول عند الله تعالى. من يعتقد أن الله جسم كبير في جهة فوق، كما هو الإنسان له أعضاء وله وجه حقيقي وله يدان حقيقيتان كما للبشر، هذا شبه الله بخلقه، شو بيكون كذب القرآن؟ كيف كذب القرآن؟ الله تعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء. هذا جعل الله تعالى بزعمه مشبها لمخلوقاته، إذا صحت عقيدته؟ لا. صح إسلامه؟ لا. الإسلام ليس مجرد كلمة يقولها الشخص بلسانه عن نفسه أنا مسلم يا جماعة. الإسلام منه مجرد أن واحد يروح عند المختار كما في بلادنا ويطلع له إخراج قيد مكتوب عليه مسلم، أو هوية مكتوب عليها مسلم، وخلص أنه صار معه باسبور للجنة. لا، الإسلام عقيدة وأحكام، أصول وفروع. إذا واحد صحت الأصول منه، صح منه الأصل، وقصر في الفروع، ومات على هذا الأصل، هذا مسلم.
تارك للصلاة، تارك للصيام، ما تعلم الأحكام المعاملات، مقصر، عليه ذنوب كبيرة. لكن هذا كونه على الإسلام يمنع عنه الخلود الأبدي في جهنم. لو شاء الله أن يعذبه على تقصيره في أداء الفرائض وفي اجتناب المحرمات يعذب، لكن لا يخلد في نار جهنم. آخر الأمر مآله دخول الجنة بسبب أنه على التوحيد، عقيدته سليمة، حافظ على إسلامه، لم يتلفظ بألفاظ كفرية تخرجه من الإسلام. إذا غضب لا يسب الله، لا يفعل أفعالا كفرية كالدوس على المصحف أو الاستخفاف بالقرآن ونحو ذلك. إذا هذا مات على الإسلام، تارك للصلاة وهو يعتقد فرضيتها، يعتقد أن الصلاة فرض له، لكن هو مقصر، واقع في ذنب من الكبائر. كل صلاة يتركها كسلا كبيرة، ويجب عليه أن يبدأ بقضائها فورا، كل ما أخر حاله عن قضاء هذه الصلوات كذلك وقع في ذنب، كتب عليه ذنب. ففي شيء اسمه كفر، وفي شيء اسمه كفار، في ناس ما بيعرفوه، وفي مشايخ ضالين خبثاء ينشرون مثل هذا بين الناس. ولا ما في شيء اسمه كفر، سمعته يمكن من فترة الأسبوع الماضي واللي قبله، هذا كان اخذ منصب مفتي مصر. شوف ملا منصب، يعني الواحد قد ايه بده يدرس عندهم حتى يوصل لهالمنصب ويسمى مفتي مصر. تساله بنت تقول له بس المسلمين يدخلون الجنه؟ قال لا، النصارى بيدخلوا الجنه واليهود بيدخلوا الجنه. الله قال عن الكفار في جهنم خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، مين بده يشفع لهم؟ الله أخبر عنهم أنهم في النار يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. بيجي هذا بيقول لك لا، معه كلهم يدخلون الجنة. إذن النار لمن خلقها الله؟ لمن خلقها؟ لما هدد بها وتوعد؟ لما؟ فاللي بده يقعد ياخذ دينه الاسلام من مشايخ الضلال هو اللي بيطلعوا انترنت وتلفزيونات وكذا، بيجروه معهم الى الضلال والكفر. هو مفكر حاله عم يحضر عن شيخ وعم يتعلم عن شيخ، بلاقي بعدين يوم القيامه، قبل يوم القيامه لما يموت ياتي عزرائيل ليقبض روحه، حيقول له أبشر بسخط الله وعذابه. كيف؟ كيف؟ في يرجع حتى يصلح وضعه؟ لا، ما بقى في يرجع. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب رجعني للدنيا، هالتقصير اللي كنت أنا واقع فيه بتلافاه. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يأتي الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني لو رجع إلى الدنيا حيبقى على نفس الحال، الله أعلم به. فإذا سمعتم أحدا منا يقول لمن سب الله هذا كفر بمسبته لله، هذا هو الحق، هذا هو الحق. ما تسمع اللي بقولك كيف عم تكفر؟ مين أنت حتى تكفر؟ أنا ما حكمت عليه بأنه من أهل النار، أنا حكمت عليه بالكفر. لكن هذا قد ييسر الله له من يبين له حكمه في الشرع فيكره الكفر ويدخل في دين الإسلام بالنطق بالشهادتين، يعتقد الصواب ويدخل في دين الإسلام بالشهادتين ويموت على الإسلام. لكن الآن إيش حاله بحسب الظاهر لنا؟ كافر الآن، هو كافر. هل سيموت على الكفر؟ الله أعلم، نحن ما فينا نحكي فيه، لا نحكم على شخص بأنه يموت على الكفر إلا الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم بأنهم يموتون على الكفر بوحي من الله.
غير هؤلاء الذين لم يرد فيهم نص لا في القرآن ولا في الحديث، ما فينا نحكم على شخص وبعضه حي انه هو على الكفر انه هذا لابد ان يموت على الكفر، ما فينا. الله اعلم بالخواتيم، اذا كان الواحد منا يصلي ويصوم وأدب فيه بيعمل عمل صالح ومع ذلك يسأل الله حسن الختام، يا رب يا رب احسن ختامي، يا رب لا تجعلني من الذين يدخلون الجنة بعد عذاب، إنما أدخلني الجنة بدون سابق عذاب. الواحد منا المسلم يخاف على حاله، نحن مش مثل الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. النبي يوحى إليه، مين بيتجرأ اليوم يجي يقول لك أنت لابد من أهل الجنة وفلان لابد هو من أهل النار؟ من أين أتيت بهذا؟ هل يوحى إليك؟ هل يوحى إليك؟ مثل الخبيث هذا كان بسموه شيخ، كان في لبنان وفي سوريا وكذا، كان يقول لهم بسموه الشيخ رجب، مات، كان يقول لهم لجماعته وتلاميذه إذا الواحد منكم مات ودفن وجاءه منكر ونكير ليسألانه في القبر قلوا له نحن من جماعة الشيخ رجب، بيتركوكم وبيمشوا. هو خبيث كافر، هذا كافر، كان يقول لتلاميذه يوم الجمعة الله بدلل راسه من السماء بقول يا عبادي روحوا صلوا الجمعة. كان يقول هذا الكون فيه إلهان، واحد سأله في المدينة المنورة في بيت كانوا قال له كم إله في بالكون؟ هو قال، هو بدأ، هو الذي بدأ، سأل الناس الذين كانوا معه قال لهم كم إله في بالكون؟ واحد من الحاضرين قال إله واحد، قال واحد أخطأتم، في إلهين بالكون، الله والهوى. طيب هذا شو نحكم عليه مسلم؟ الله قال في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، وهذا بيقول في إلهين بالكون، هذا تكذيب للقرآن ولا مش تكذيب للقرآن؟ الله قال لنبيه في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويأتي هذا مدعي مشيخة ولفته كبيرة وبمد إيديه يمين وشمال يقبلون هو المناحيس الجهال اللي ماشيين معه بقبلوا له إيديه، وين الميزان الشرعي؟ ما فتحوا كتاب الله، ما قرأوا في كتاب الله. فنعم في شيء اسمه كفر، في شيء اسمه كفر، في ناس ما عايشين هيك ما بسموها سبهللة، خلص فكر حاله اجى على الدنيا مثل البهيمة بياكل وبيشرب وينكح وعايش بهيمة كالبهيمة، لكن إن مات على الكفر البهيمة خير منه، إن مات على الكفر البهيمة خير منه. الحشرة هذه اللي بسموها شو اسمها الجعل، الجعل اللي بسموها بالعامية عندنا الفساي أفضل منه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يدغدغه الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين. هذا الجعل هذه الحشرة شو بتدغدغ بأنفها؟ ما يخرج من بني آدم من الغائط، الغائط الذي يخرج من بني آدم بنشفوه وبيبلش بأنفها تعمل له جلل صغيرة، دوائر صغيرة يستلذون به. إنما يدغدغه الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين، مش بس الجعل خير منهم، هذا الوسخ، هذه النجاسة، هذه القذارة خير من هؤلاء المشركين. اليوم بعثت لكم على الجروب لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا علي عليه السلام لغزو قبيلة طيب، قبيلة طيب من قبائل المشهورة عند العرب وأشهرهم فيها سيدهم حاتم الطائي، حاتم طيب يقولوا له مشهور بالكرم والجود وإطلاق الأسرى وإلى آخره. كان مات حاتم ما أدرك الإسلام، ضمن الأسرى
السفانة بنت حاتم الطائي، السفانة اسمها، بنته لحاتم الطائي، جابها الإمام علي عليه السلام عند النبي مع الأسرة. هي كيف بنت سيد القوم؟ اجت قالت يا محمد أنا ابنة حاتم الطائي، أنا ابنة سيد القوم، كان يفعل كذا وكذا 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 من الحسنات الأعمال الصالحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لو كان مسلما لترحمنا عليه. هذا حاتم ما سمع بدعوة الإسلام، ما سمع بدعوة الإسلام ومات على الكفر. النبي لم يترحم عليه ليس لأنه سيعذب في نار جهنم مع الكافرين، لا، لأنه كل أعمال الحسنة اللي كان عملها في الدنيا ما أخذ عليها ذرة من الثواب، ما أخذ عليها ذرة من الثواب. فالواحد لما يموت على الكفر لا يجوز أن نقول اللهم ارحمه، الله يرحمه، أعوذ بالله، هذا تكذيب لكلام الله، هذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للقرآن. الله تبارك وتعالى قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، يعني لن يرحمهم. الله قال لن يغفر لهم، بيجي واحد يقول يا رب ارحمه، حتى بأمور الدنيا إذا أنت حكيت كلام صواب حق بيجي واحد يقول لك توصى فينا غير، تقول عني كذاب، يعني نعم أقول لك هذا الحق. فكيف الذي يكذب كلام الله؟ هذا كافر لا شك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو مات مسلما لترحمنا عليه، معناه لا يترحم على من مات على غير الإسلام. وبالحديث هذا لو مات مسلما، لأنه بعض الناس ما بيميزوا لجهلهم بين الإسلام والإيمان، ولكن هذا مؤمن بس منه مسلم. الإسلام والإيمان متلازمان كالظاهر مع البطن، ما في مسلم إلا اسمه مؤمن، وما في مؤمن إلا بيكون مسلم، ما في مؤمن غير مسلم، ما في مسلم غير مؤمن، ما في مسلم كافر. واحد هذا أقول لك شو هذا مسلم كافر، شو مسلم كافر؟ يا مسلم يا كافر، يا مسلم يا كافر. فالبشر كلهم ينقسمون إلى هذين القسمين، مسلم وكافر، مؤمن وكافر. هذا هو اللي بده يدير دينته لأكثر الناس اليوم الذين يتكلمون بأمور الدين، يعني بياخذوه بمتاهات، بصير يعتقد أشياء متناقضة. لو إجا بده يفصصها إذا أنا بعتقد هاي، ما هاي ضد هاي، كيف بعتقد هاي بعتقد هاي؟ لأنه بلاحظ يحكي اللي بيخطر على باله بلحظتها، قال هالكلمة، بيّن هذا الذي يعتقده، بعد شوي حكي بما يناقض الذي قاله في الأول، يخبط خط عشواء، يخبط خط عشواء، مثل اللي الأعمى اللي ماشي وما شايف قدامه، بيخبط هون بيخبط هون، بيوقع بيوقف. هذا عمل بصر، لكن عمل بصيرة شو؟ فإن لم يتعلم الشخص هذه الأمور ما بعيد أن يتوه مع التائه، ويوم القيامة لما يجر ببين بيكتشف عند الموت، بيكتشف أنه هو مات على غير الإسلام. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وفكر حاله تمام. الله قال عنهم هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. ففي ميزان هذا الشرع، ميزان الشرع أدق من ميزان الذهب، يعني بيشتغلوا بالذهب وبيبيعوا كذا بيعرفوا قديش دقيق ميزان الذهب. ميزان الشرع أدق، الشرع منه فوضى، منه مفتوح لكل من هب ودب يحكي فيه مع جهله به، لا،
فهذا الذي كان على الإسلام وحصل منه نوع من أنواع الكفر بلسانه، حصل منه كفر، اعتقد اعتقاد كفر بقلبه، فعل بجوارحه فعلا كفريا، آخر السنة خلصت المدرسة بدأ الأم على زعمها ترتب وتظبط وكذا، طلعت بكتب هالأولاد بيناتهم من المصحف، عادة جزء عمه أخذته ورميته بالزبالة، ما بقى عايزينه على زعمها، هلا صاروا بجزء تبارك الأولاد خلصوا جزء جزء عمه رميته بالزبالة، هي عارفة هذا القرآن وعارفة إنه هذه زبالة ومذكرة ومنا غائبة الذهن، هذا اسمه كفر فعلي، هذا اسمه كفر فعلي. واحد علق شعار الكفر وهي عارفة انه شعار الكفر واستحل تعليقه انه فيها على زعمه، هذا كفر، هذا فعل كفري. واحد يشتغل بمطبعة يطبعوا المصحف بده يوصل لفوق ما بيقدر يوصل، حط المصاحف وطلع عليها وعارف هذه مصاحف لا يوصل، حط صندوق فوق، هذا كفر، ما بقى مسلم. اذا مات بدون ما يرجع للإسلام بالشهادتين ما فينا نقول الله يرحمه، ما فينا نصلي عليه صلاة جنازة، ما فينا ندفنه بمقابر المسلمين، كل هذا منعنا الشرع عنه. كيف بدك تعرف انه هذا ممنوع ولا انه ممنوع؟ بدك تتعلم، بدك تتعلم. بدون علم تكون كالتائه تخبط خبط عشواء بدون علم الدين. احيانا بعض الناس يقعون في احدى هذه الكفريات، يا باللفظ يا بالفعل يا بالاعتقاد، بعدين نتعلم، الله يسر له من يعلمه، من يعلمه هذه الاحكام تعلم، عرف الصواب. هذا ما الذي يلزمه؟ يلزمه حتى يصير مسلما، اعتقد الصواب بقلبه، لكن حتى يصير مسلما يلزمه أن ينطق بالشهادتين. شو بينوي؟ بينوي أنه خلص أنت أخلص من الكفر، هذا بكره الكفر أنا، وأنا بعرف الصواب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، صار مسلما. طيب إذا ما عرف، إن كان لم يعرف، ما علم أن هذا الاعتقاد أو الفعل أو القول الذي كان عليه كفر، ما بيعرف شو حكمه، بس بيعرف شو معناه. واحد قال أخت ربك، ما بيعرف شو معناها الكلمة، ما بيعرف إنه فيها نسبة الأخت إلى الله، أو قال يا 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 ابن الله، العمي بيقولوا يا ابن الله، بيطلع خلو والعياذ بالله بيقول يا ابن الله، وهو بقلبه ما بيعتقد أن الله له ولد، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه كفر لفظي. ليش الواحد قد يسأل؟ إذا جاهل بيسأل. إذا الواحد دينه دين الإسلام وقال باللفظ بلسانه هالكلمة كم حرف، قال يا ابن الله، هذا بابا مسلم؟ لا ما بابا مسلم، بس مشان كلمة، ما هو اعتقاده أنه هو مسلم وبحب دين الإسلام، يخرج من دين الإسلام. طب يا شيخ عندك دليل على الكلام اللي عم تقوله؟ اقرأ كتاب الله، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، ولقد قالوا، ما قال قالوا واعتقدوا، ما اجتمع القول مع الاعتقاد، القول الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر. طيب قالوا كلمة الكفر، ما الذي يترتب على ذلك؟ وكفروا بعد إسلامهم، بعد إيش؟ بعد إسلامهم، يعني كانوا على الإسلام قبل أن ينطقوا بهذه الكلمة. بيجي واحد يقول لك طب نحن ناس تحكي كثير، كيف بدنا نعرف إنه هذا الكلام كفر وهذا منه كفر؟ كيف بدنا نعرف؟ بدك تتعلم. طيب شو اللي بدي أتعلمه؟ بدك تتعلم إنه في كلام الذي تتكلم به بإرادتك، يعني مش سبق لسانك فيه، ما حكيته انت غائب عن الوعي مثل ما بيحكي النائم ونايم بيحكي، ما حدا اجى حط الفرد براسك قال لك يا بتقول هالكلمة يا بقول لك، هيدا الكلام اللي عم تحكيه بإرادتك،
في منه كلام كفري، في منه كلام كفري يخرج صاحبه قائله من الإسلام. هذا الكلام ينقسم إلى قسمين، قسم منه صريح بالكفر. شو يعني صريح بالكفر؟ يعني الكلمة هاي بحسب اللغة العربية ما إلها إلا معنى واحد، هذا المعنى معنى كفري، مثل هذه الكلمة اللي ذكرنا مثال عنها، قالوا يقول بعضهم أخت ربك. شو معناها؟ عندك يا قائلها شو معناها؟ معناها نسبت لله الأخت. هل تعتقد في قلبك أن لله أخت؟ أقول لك لا، أعوذ بالله. طيب اللي بيعتقد أن لله أختا شو حكمه؟ لك كافر. والذي يقر بلسانه أن لله أختا شو حكمه؟ ما أنا عم أقول لك غضبت طلع خلقي. شو حكمه؟ جاوب على السؤال. أليس اعترف أقر بلسانه أن لله أختا؟ بلى. إذا شو حكمه؟ حكمه كالذي يعتقد في قلبه أن لله أختا، يعني كافر. طيب إذا مات على هذه الكلمة لم يتراجع عنها ولم يرجع إلى الإسلام بالشهادتين، شو بيموت؟ بيموت كافر. بيكون مع مين؟ بيكون مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وأهل البيت والأولياء والصالحين، ولا بيكون مع أبو جهل وأبو لهب وفرعون والنمرود؟ بيكون مع أولئك الكفار. كيف واحد يسب الله ينسب لله تعالى ما يجب تنزيهه عنه وبيكون بصف الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف 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 استوى الأمر عندك؟ كيف؟ فإذا ميزاننا شرع الله، ميزاننا شرع الله. إذا واحد قال كلاما هذا الكلام بحسب اللغة مشط العربية، إذا كان أجنبي، إذا كان أمريكي قال كلام بالإنجليزي، إذا كان فرنسي قال كلام باللغة الفرنسية، هذا الكلام في لغته معناه كفري، معناه كفري. بيعرف معنى الكلام، إيه إذا يحكم عليه بالكفر. بس بقول لك هذا ما بيعرف إنه هذه الكلمة إذا قالها يكفر، منه عذر. الله قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. طالما بيعرف الكلمة شو معناها ما عاد ينظر. هذا ما بيعرف الحكم، هذا ما بيرضى لنفسه يكون كافر. لو كان الأمر كما تقول ما تلفظ بهذه الكلمة ويعلم معناها ويعرف معناها. فهذا اسمه كلام صريح بالكفر، بحسب اللغة ما له إلا معنى واحد، هذا معنى الكلمة اللي قالها ما بتجي بمعنى تاني ومعنى ثالث ومعنى رابع. بقول لك ما هذا قال يا أخت ربك أو أخت ربك، بس ما قصد فيها أن لله أختا، والكل اللي قصده أنه طالع خلقه عم فش خلقه. بيعرف معناها ولا لا؟ بلى. أمتى بتقول له ماذا قصدت؟ أمتى يسأل الشخص عن الكلام الذي يقوله، يسأل عن قصده؟ لما تكون الكلمة بحسب اللغة إلى معنيين أو أكثر، إلها معنيين أو أكثر. بعض معانيها كفر، كفر صريح، وبعض معانيها ليس كفرا. باللغة العربية كلمة واحدة أحيانا بيكون إلى 15 معنى. هذا الشخص اللي قال الكلمة هون بتسأله أي معنى قصدت؟ شو المعنى اللي قصدته؟ بيجي بيسألك بعض الناس أنا قلت كذا، هذه الكلمة إلى هالمعنى ولا هالمعنى ولا هالمعنى، أنت أي على أي معنى قلتها؟ فإذا قال أنا قلته على المعنى الكفري بقول له كفرت، لأنه إلها معنى ثاني منه كفري، لكن أنت قصدت المعنى الكفرية كفرت. خرجت من الإسلام، شو يعني كفرت؟ يعني خرجت من الإسلام، يعني ما بتصح صلاتك قبل ما تتشهد للرجوع إلى الإسلام، ما بتصح صيامك قبل أن تتشهد للرجوع إلى الإسلام، ما لك ثواب لما تتصدق على فقير قبل أن ترجع إلى الإسلام. كل عمل فيه حسنات لا يقبل منك قبل أن ترجع إلى الإسلام بالشهادتين.
أما إذا طلع هذه الكلمة لها أكثر من معنى، هو ما قصد المعنى الكفري، قصد المعنى الثاني أو الثالث يلي منه كفر، إنه ما كفرت، أنت ما كفرت، بتيجي الكلمة بهذا المعنى باللغة كمان. وأعطينا سبق وأعطينا مثال على ذلك، كلمة النبي تأتي بمعنى الذي أرسله الله بالنبوة الرسول النبي، وتأتي بمعنى الأرض المحدودبة. فإذا واحد قال الصلاة على النبي مكروهة وبيعرف المعنيين، بيعرف إنه باللغة بتجي بهالمعنى وبتجي بهالمعنى، هذا ما بنقول له أنت كافر. إمتى بنقول له أنت كافر؟ لما نعرف إنه هو قصد إنه الصلاة على النبي محمد مثلا مكروهة ما فيها ثواب، مكذب الدين، هو بنقول له كفر. أما إذا قصد إنه يكره للمسلم أن يصلي على تلك الأرض، إنه ما بيقدر يوقف، تتأرجح قدمه وما بيثبت، ما بقى في يخشع بصلاته، يذهب الخشوع من صلاته، فهذا بنقول له أنت نعم الصلاة على هذه الأرض مكروهة باللغة اسمها النبي، اللغة هذه الأرض اسمها النبي. مثال آخر، واحد جابوا له أكل، رغيف خبز، جابوا له ملح، سكر، لحم مشوي، فقال هذا خير من الله، هذا الطعام، قال هذا الطعام خير من الله. الكلمة لها معنيين، تأتي بمعنى أن هذا الطعام أفضل من الله، هذا كفر، وبتجي بمعنى هذا خير أرسله الله إلينا. هم تسأل شو قصدت؟ أي معنى قصدت؟ ما بتتسرع بتكفيره، ما بتقول هذا كفر خلص بابا مسلم والعياذ بالله، لا. فهيك بتميز شو الكلام الصريح بالكفر وشو الكلام اللي منه صريح بالكفر. الصريح بالكفر ما بتسأله عن قصده للشخصي، اللي منه صريح بالكفر بتقول له أي معنى قصدت. وأحيانا بعض الناس يقول كلاما صريحا في الكفر ما له معنى، ما له باللغة إلا معنى اللي قال هذا الكلام يكفر وبيعرف عنه، لكن بعض الناس لجهلهم بيقول هذه الكلمة وما بيعرف انه هيك معناها، بيظن لها معنى آخر غير هذا المعنى الذي هو في اللغة، ولا بيخاطر بباله المعنى الثاني ولا بيعرف. تقول له كيف عرفت هالكلمة؟ هذه صريحة بالكفر. يقول لك أنا ما بعرف انه هيك معناها، أنا ظنيت معناها كذا وكذا كذا. في بعض، قلنا لكم في بعض الضيع القرى في سوريا يقولون سبحان المقيم، المقيم هو عكس المسافر، واحد مسافر واحد مقيم، الله يسمى مقيما لا يسمى، بس ما بيفهموا منها، ما بفكروا انه هيك معناها ولا سامعين انه معناها هيك. طيب شو معناها عندهم؟ اني بظن انه معنى لما نقول سبحان المقيم يعني انزه الذي جعل فلانا في هذا المكان، اقامه في هذا المكان وفلانا في هذا، الله يجعل كل واحد منا حيث أراد، حيث أراد الله، أقامه في هذه المدينة، أقامه في هذه القرية، أقامه في هذا البيت، هيك بيفهمونها. هي ما بتجي بهالمعنى باللغة، ما لها معنى، لكن هم يظنون أنه معناها باللغة هيك. بس هؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر، وإن كانت العبارة أحيانا تكون صريحة في الكفر، لا يحكم عليهم بالكفر. كتار ناس الآن شو بيقولوا؟ بيقولوا يا رب ما في غيرك. كلمة يا رب ما في غيرك إذا بدك تحطها بميزان اللغة والمعنى اللغوي لها، فيها نفي لوجود غير الله، يعني هذا العالم كله منه موجود. وتأتي أيضا هالعبارة يا رب ما في غيرك تعطي معنى إنه الله هو العالم والعالم هو الله، ما في غيره. أو واحد يقول لك لا موجود إلا الله، هم والعالم شو والبشر شو والبهائم شو مش موجودين؟ موجودين، لكن الله تعالى وجوده لا بداية له، لا يشبه وجود غيره، ليس غيره
أعطاه الوجود أوجده، أما ما سوى الله كله بخلق الله تعالى. مثل ما نقول الله تعالى حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونقول فلان اللي عايش عم يمشي على الأرض حي، لكن هذا اتفاق في اللفظ لكن المعنى مختلف. حياة الله ليست كحياتنا، نحن حياتنا بروح ودم وجسد وشرايين وقلب إلى آخره. الله لا يوصف لا بالجسم ولا بالروح ولا بالقلب ولا بالشرايين، ليس كمثله شيء. نرجع للآية، ليس كمثله شيء. ففينا نقول الله حي، نعم فينا نقول الله حي، لكن لا نعتقد أن حياته كحياة غيره. فينا نقول الله تعالى قادر، نعم نقول الله قادر، وفلان اللي رفع الصخرة نقول هذا قادر، لكن لا اتفاق في المعنى بين قدرة الله وقدرة غيره، إنما هو اتفاق باللفظ. هنا نقول قادر ونقول حي، وهنا نقول قادر ونقول حي، لكن المعنى مختلف، المعنى مختلف. طيب إذا جاء واحد قال لك طيب لكان إذا كان هيك بقول الله جسم وأنا جسم، لا هون توقف، لأنه كلمة جسم باللغة العربية لا تطلق إلا على من له طول وعرض وسمك وتركيب مركب من أجزاء، وكل ما له طول وعرض وسمك وتركيب احتاج إلى من جعله على هذا الطول والعرض والسمك والتركيب وركبه من أجزاء، جعله من أجزاء، وهذه صفة المخلوق. فأنت عندما تقول الله جسم، كلمة جسم باللغة ما لها معنى تاني، ما لها معنى آخر غير هذا، فليس لك أن تقول عن الله جسم. ولو قلت الله جسم لك الأجسام، لأنه لما قلت الله جسم أثبتت لله الجسمية، ما بقى ينفع قولك ليس كالأجسام. أما الله قادر الله حي، هذا ورد في القرآن، هذا ورد في القرآن، فنقوله على المعنى الذي يليق بالله تعالى. هذه أشياء كثيرة، ولا كل هو بدي أعرفهم. إذا بدك تقعد ببيتك تولع الأرجيلي وتحط النار وفنجان قهوة وبشرع عجل والريموت بإيدك، ومن محطة لمحطة ومن مسلسل لمسلسل ومن فيلم لفيلم ومن قناة أخبار لقناة أخبار، قديش في ناس عم بيضيعوا وقتهم من كتاب الأخبار؟ إمتى بدك تعلم هول الأمور؟ وقديش حياتك؟ قديش حتعيش؟ ما بتعرف، قد تموت بعد لحظة، قد تعيش 100 سنة بعد ذلك، إمتى بدك تلحق حالك؟ إذا ما بدك تصرف وقت لتتعلم هالأمور اللي الواحد منها إن كان ما تعلمها قد يموت على الكفر ويدخل جهنم. ليه؟ لأنه ما اغتنم فرصة حياته، لأنه التهب الدنيا ومشاغلها وملذاتها، وهذا كله رايح، هذا كله زائل. إمتى بدك تفرغ وقت لتشتغل لآخرتك؟ لأنه أنا وإنت وأي واحد مسلم ولا غير مسلم يعلم يقينا إنه حيموت. الكفار ما بيعرفوا انه حيموتوا، لكن لما دفنوا آبائهم واجدادهم واولادهم وين راحوا؟ دفنوهم بايديهم. المسلم وغير المسلم بيعرف انه حيموت، بس المسلم فطن بيحافظ على اسلامه، اتعلم القدر الذي يحفظ به دينه، قصر في امور استحق ان يعذب عليها امره الى الله، ان شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكن من هي بده يدخل الجنة. أما الذي قصر في تعلم هذه الأمور ومات على الكفر، خلص مين بده يخلصه بعد ذلك؟ أنه مات لأنه بحب فلان من الصحابي ولا من أهل البيت ولا من العلماء ولا من الأنبياء. إن المحب لمن يحب مطيعه، يعني لو كنت تعشق أبا بكر الصديق وانت على عقيدة وأبو بكر على عقيدة، بينفعك؟ ما بينفعك. أبو بكر في خلصك يوم القيامة لمجرد أنك تحبه، لا، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من هؤلاء، ولا أحد من هؤلاء، لمجرد أنك بتحبه أو تنتسب إليه بالاسم فقط، أنه خلص أنت معك طوق النجاة، معك يسموه الكارت بلانش اللي خلص تدخل به الجنة لأنك بتحب فلان وعلان.
كما أنت بحاجة إلى الله هم بحاجة إلى الله. بس شو الفرق بينك وبينهم؟ هم عرفوا حاجتهم إلى الله واشتغلوا على مقتضى ذلك، وأنت عرفت حاجتك إلى الله وأهملت هذا، أهملته. بتحب الإمام علي؟ كن مثله، امشي على طريقه حتى تصل إلى ما وصل إليه، بدك تسلك طريقه. بتحب عمر؟ امشي على طريقه. بتحب عثمان؟ بتحب الإمام الشافعي؟ بتحب مين من هؤلاء الأكابر؟ اسلك طريقهم. وهؤلاء مع درجتهم العالية عند الله كانوا يسألون الله الرحمة والمغفرة وحسن الختام. انت منك سائل عن آخرتك، بس شو حامل لي؟ انا بحب فلان وبحب علان. هذا ما بيخلصك يوم القيامة، هذا لا يخلص. ليش اليهود لا يزعمون انه يحبون موسى؟ شو كم آية في القرآن في ذنب اليهود؟ لا يزعمون أنهم يحبون موسى؟ النصارى ألا يزعمون أنهم يحبون عيسى؟ هذا يخلصهم يوم القيامة؟ لا يخلصهم يوم القيامة. الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله تعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. مش بيقولوا الأب والابن والروح القدس؟ هيك بيقولوا. عيسى هاي اللي علمهم، لا علمهم الإسلام، علمهم التنزيه. الله تعالى قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. شو يعني يستنكف؟ يترفع، ما يقبل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، معناه هو خاضع لله. وين رايح؟ اغتنم ما بقي لك من حياتك. ما انت ما بتعرف قديش كم سنه بعد حتعيش، او كم يوم، او كم ساعه، او كم ليله، او كم دقيقه، ما بتعرف. يعني لو بعض الناس الان فاجئهم عزرائيل خلص عمرك، لاقبض روحك. مستعد؟ اذا ما انه مستعد، يا خساره كل هذه الحياه التي عاشها، يا خسارة كل هذه الحياة التي عاش. شو بده يخلصوا إذا منه مستعد لهذه اللحظة التي لا بد آتيها؟ الله شو سمى، ماذا سمى الموت في القرآن؟ اليقين. شو يعني اليقين؟ يعني الذي لا شك فيه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أما بدك تقول مالي وشغلي وبدي وسع البزنس وبدي كذا وبدي عمر فيلا هون وبدي ابني بالضيعة عندي وبدي، وبعدين لمين؟ لمين بدك تبني؟ لمين؟ شفنا بغزة شو صار فيهم؟ وين البيوت؟ وين الناس؟ وين الأطفال؟ هؤلاء أفضوا إلى الموت. هل يخلصه عند الله مجرد أن اليهود قصفوا له بيته؟ لا، الذي يخلصه أن يموت على الإسلام. لو كان على غير الإسلام واليهود قصفوا له بيته، هذا لا يشفع له عند الله يوم القيامة، لا يشفع له، لأنه مات على غير الإسلام. ظلم في الدنيا؟ إيه ظلم. مات جوعا قطعوا عنه الماء والطعام؟ نعم. لكن كل هذا لا يخلصه عند الله لأنه مات على غير الإسلام. بس هذا بهويته مسلم. إيه بس هذا لما كان يغضب كان يسب رب العالمين. بمسبته لله خرج من دين الله، خرج من الإسلام. قال قولا هو كفر. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يا شيخ ما كنا واعيين لهالأمر. إيه الله تعالى يسرك الآن من يوعيك لهالأمر. هتاخذ كلامه، تحمل كلامه على محمل يجعلك تغير بطريق سيرك بهالحياة وهالكم يوم اللي فاضلين لك، تعيشهم بطريقة بحيث إنه إذا متت تدخل الجنة، ولا حتبقى بتقول ايه خلص سمعنا الشيخ حضرنا الدرس ورحنا ومش الحال؟
إذا صح لنا مرة ثانية طلع عنده نطلع عنده. قد طلع عنده تلاقيه مات هذا الشيخ. أو أنت تموت قبل ما ترجع تطلع عنده مرة ثانية. بصراحة نحن بزمن أكثر مدعي مشيخة ما بيحكون هالكلام. أكثرهم ما بيحكوا بهالكلام. بل بعضهم يحكي ما هو ضد هذا الكلام. مثل هذا اللي كان مفتي مصر. متخرج من الأزهر بالأزهر ما هيك بعلموك شو بدك تتميز عن الناس يا أخي؟ تميز بأشياء حسنة، تميز بالشيء الحسن، تميز بالإقبال على الطاعة، تميز بالتواضع، تميز بالانكسار، تميز بقضاء حاجات الناس. تميز عن الناس بالكفر، بتكذيب الدين. كل هاللفة وهاللحية البيضة الطويلة شو بتنفعك يوم القيامة؟ لو كنت حافظ القرآن غيبا شو بينفعك يوم القيامة؟ تحفظ ما تكذبه؟ من ناحية حافظ القرآن، من ناحية تكذب القرآن، كأنك تقول هذا الذي أحفظه كذب. كيف؟ فلذلك مفتاح الجنة علم الدين، مفتاح النجاة يوم القيامة علم الدين. هاي مفتاح. مش مثل عند النصارى بالقرون الوسطى عملوا مفاتيح وصاروا يوزعوها للناس وقالوا هذا مفتاح الجنة، وجاوا بعدين واحد يهودي قال له هذا اللي عم بيبيع المفاتيح، قال له كم مفتاح عندك؟ قال له أنا بدي اشتريهم كلهم، بياخذهم عمال مشان ما خلي ولا واحد يكون يفوت على الجنة. قال أنا بشتري منك المفاتيح وما بعطي حدا من النصارى يفوتوا على الجنة. شو هالسخافة هذه؟ شو هالسخافة؟ شو هالاعتقاد الفاسد؟ إنه قال الخوري ولا ما بعرف مين بيعطيهم مفاتيح الجنة. ليش هو إذا مات على هالحالة هو حيفوت الجنة؟ يوزع عليهم أراضي قال بالجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الله يثبتنا على الإسلام ويقوي هممنا على الازدياد من عمل الطاعات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.